السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة الهندسة المدنية في الجزائر. أولا أطلب منكم متابعة القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. السلام عليكم، نبدأ على بركة الله. في هذه الحلقة سنتعرف على العناصر التالية، وهي دراسة تورتيك ثلاثي الأبعاد. نتعرف فيه على كيفية الإنشاء ووضع الحمولات، وكذلك عمل دراسة ومعرفة النتائج. نفتح البرنامج. يعني أردت أن أنوه إلى الأعضاء الذين قالوا لي أن الصوت رديء، أعتذر لكم، وفي هذه الحلقة سأحاول أن أتدارك الوضع. نختار الخيار الذي سبقنا نوعا ما. هنا نبدأ بموديليزاسيون البروتيك أو التمثيل. نذهب إلى لينول، نختار هذه العناصر التي يتبعها النظام الجزائري. نذهب إلى هنا لاختيار العناصر التي سنرسم عليها الشكل. اخترنا 1.6 أمتار. نختار أجوتي ثم نحدد المسافة بالنسبة إلى إيجال. نختار نكرره 3 أو 4 مرات ثم نضغط على أوكي، لأننا سنعمل على شكل ثلاثي الأبعاد، وبالتالي نحتاج 3 محاور إكس إيجراك وكذلك زاد. نذهب إلى البروفيل لإضافة العناصر التي نحتاجها في هذا الشرح. نذهب إلى هنا الاختيار نوع العنصر الأول، وهو من عائلة EPU. نحتاج عنصرين هما EPU 100 و EPU 270. يعني هذا نموذج بسيط فقط لكي تفهموا الشرح، وكل شكل والعناصر التي يحتاجها حسب مقاومة البناية وكذلك نوع البناية. نمسح هذه العناصر لأننا لا نحتاجها في هذا الشرح. نحدد هنا هذه العائلة ثم نختار هكذا، ثم نغير اللون ونضغط على أجوت. هكذا. بعدها نقوم برسم العناصر. نبدأ بالأعمدة، نختار هنا عمود أو بوتو، نحدد العنصر وأبعاده هو EPU 270، ثم نرسم الشكل بهذه الطريقة. نغير الأبعاد ثم نختار هنا بوتر، نحدد من هنا إلى هنا وهكذا. نرجع الشكل، أو بعد ذلك نقوم بوضع المساند. هنا مسند مضاعف أو كاسترومو. نحدد هنا إلى الثلاثي الأبعاد، ونذهب إلى هذا الخيار لنجرب التعديلات، منها تكبير المساند عبر هذا الخيار. لاحظوا لقد قمنا بتكبيرها نوعا ما هكذا. ثم نغير نوع العناصر التي نحتاجها في هذا الشرح لكي يسهل علينا معرفة هذه العناصر. نعود إلى نفس الخيار ثم نختار هذا العنصر. نعم هذا العنصر هكذا. هذا هو الشكل ثلاثي الأبعاد. الشيء الذي سنقوم به الآن هو نقل هذه
أو هذا الشكل إلى النقطة الثانية عبر هذا الخيار، نحدد الشكل ثم نضغط على هذا الشكل ونحدد ونقوم بنسخه بهذه الطريقة، ثم نقوم بإكمال رسم الشكل أو عفوا نتركه كما كان في المرحلة السابقة هكذا، ثم نعيد عملية النسخ إلى النقطة 3 والنقطة 4، نحدد الشكل بهذه الطريقة ثم نضغط على كوبي من هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا هكذا. نقوم بتحديد أو برسم الدياغونال التي تقع في الجهة الأمامية والجهة الخلفية للمنشأ الذي نقوم به أو الذي سنقوم بدراسته بعد قليل هكذا. من هنا إلى هنا بهذا الشكل، ثم نعيد نفس العملية من هنا إلى هنا هكذا، ثم نختار الشكل عبر النظام الثلاثي الأبعاد. هكذا يظهر لنا الشكل. لقد قمت بارتكاب خطأ وهو سأعيد الكرة لأني استخدمت الأمر بوتخ في هذه العناصر، وهذا يجب أن أغير إلى أدخل بي هكذا أو دياغونال، ثم نختار نفس العنصر ونعيد الرسم. يعني ما علينا نرسم بهذه الطريقة. بنفس الطريقة من الجهة الخلفية يعني هذا الشرح يلزمه التطبيق، يعني لا تستطيع أن تشاهد الحلقة ثم تذهب يعني إلى مكان آخر لأنك كأنك لم تفعل شيئا، فستنسى كل ما قمت به إذا لم تطبق. يعني حاول أن تكتب المراحل في ورقة ثم بعدها حاول أن تطبقه وحدك. إن كان لديك أي استفسار فمرحبا بك. ننتقل إلى المرحلة الثانية وهي وضع الحمولات حول البورتيك أو ديفينيسيو دي شارسو بورتيك طوادي. نذهب إلى هنا نختار شارج بيرمانونت ونضغط على أجوتي، ثم شارج دوكسبلواتاسيون نضغط على أجوتي، ثم شارج دوفو نضغط على أجوتي. يعني شارج بيرمانونت هي حمولة المنشأ، شارج دوكسبلواتاسيون مثل الطاولات مثلا المقاعد الناس، وشارج دوفو هي حمولة الرياح. يعني لكي نفهم هذه المصطلحات جيدا نبدأ على بركة الله بشارج دوفون أو شارج إكسبلواتاسيون. نختار هنا هذا الخيار ثم شارج قوة موزعة هي بالنسبة إلى زد، تقع بالنسبة إلى زد. من هنا نختار المحور زد ونضغط ناقص زد لأن المحور زد كما تشاهدون هو مرتفع يعني نحو الأعلى. نحن نختار موزع لكي تقع الحمولة حول المنشأ
هكذا بهذه الطريقة نضع الحولات حول المشاهد. هكذا يعني الطريقة بسيطة جدا، فقط تحتاج إلى تطبيق. أن يحاول أن تطبق الفيديو أو أن تشاهده عدة مرات لكي تتذكر الطريقة جيدا. نختار هنا نمط الرياح، نختار قوة مركزة وليست موزعة، يعني مركزة في النواة أو لينو. هنا هو المحور إيكغريك، يعني هي نفس الجهة مع المحور إيكغريك منه، ونضعها مجرد يعني نختار هنا نضغط على RGB ثم نضغط على النواة، تنبثق لنا القوة هكذا. يعني اختفت القوة التي رسمناها من قبل أننا عدنا يعني تحديد أو قمنا باختيار لشارج دوفون. يعني نستطيع أن نضيف قوة الريح، يعني عبر أو نضيفها عن طريق قوة موزعة، يعني بهذه الطريقة، أو قوة مركزة أو حتى عزم. هنا اخترنا نمطين، نمط قوة المركزة ونمط القوة الموزعة، يعني وهنا عبر هذا الجدول تنبثق لنا كل القوى التي استخدمناها قبل قليل. نذهب هنا الى كاندي شارج والى الكومبينيزون. هنا عندنا الكومبينيزون الو الو، نقوم باختيار فقط الو الو لكي تفهموا الشرح. نقوم بضغط هذا الخيار لكي تنتقل. هو خيار 3.35 جي بلس 3.5 كيو بلس 3.7 في او لوفون. لاحظوا تغيرت القوى، يعني تغيرت قيمتها لاننا ضربناها في المعاملات التي نستخدمها في الالو او الحالة القصوى التي تحملها المبنى. هنا يعني نظهر القوى، ها هي يعني تغير. ننتقل الى المرحلة الثالثة وهي اكزيكوسيو دو ناناليز اي اكزامان دي ريزولتا. نقوم بالضغط هنا على هذا الخيار لكي يقوم لنا بحساب أو بدراسة المنشأة لكي يكتشف إذا كانت فيه أخطاء أو لا. يعني لم توجد أي أخطاء، نذهب هنا إلى المنحنيات، يعني منحنى العزم ومنحنى الديفورماسيون. منحنى الديفورماسيون بهذه الطريقة نختار هذه الخيارات ثم نضغط على أبليك. ها هو الديفورماسيون الأحرام والديفورماسيون الدنيا أو الدنياوي. هنا يعني تحاكي لكيفية تحرك المنشأ، لاحظوا معي هكذا يتحرك المنشأ. نفس الشيء نضغط هنا العزم، يعني العزم الدنيوي والعزم الأقسام، يعني نفس الطريقة للتعرف على العناصر الأخرى. أريد أن أنوه إلى أن هذه الحلقة ستكون الأخيرة. سنبدأ إن شاء الله حلقات أو سلسلة أخرى لتعلم برنامج إيطابس، لذا لا تنسوا متابعتنا ليصلكم الجديد. السلام عليكم.